من عند العطار وبخمسة جنيه بس هتشتريها، ومية مغلية هتحطي عليها وهتشربيها، وفوايد كتيرة قوي هتلاقيها. كنز من كنوز الطبيعة الربانية، هتساعد في إنتاج جرات الدم الحمراء، هتساعد في القضاء على ديدان المعدة، هتساعد في علاج الأنيميا، هتخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، هتحسن أداء الجهاز الهضمي، هتساعد في تقليل التوتر، هتساعد في ضبط مستويات السكر في الدم، هتقلل من الأعراض المصاحبة لنزلات البرد والإنفلونزا، وهتساعد على التخلص من البلغم وعلاج الكحة والتخلص من الالتهابات والتخفيف من حرقان المعدة وخسارة الوزن وإدرار الحليب للمرضعات. كل ده وفوايد أكتر هنلاقيه في بذور الحلبة. السلام عليكم. أكيد كلنا عارفين فوايد الحلبة، لكن بنبعد عنها علشان شوية أسباب كده بتضايقنا منها. أول حاجة إن الحلبة بتحتاج وقت ومجهود في التنظيف والتنقية، وتاني حاجة لأن الصورة الشائعة لتناول الحلبة هي مشروب الحلبة، وده اللي كتير مننا بيكون طعمه بالنسبة له مش أحسن حاجة. والمشكلة الأكبر إن الحلبة ممكن تسبب ريحة مش مقبولة للجسم عند كتير من الناس. كل ده هتلاقوا له حل سهل وبسيط في الحلقة دي، ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله. في البداية علشان تنضفي أكبر كمية من الحلبة، فالطريقة الوحيدة والأسهل هي إنك تغسلي الحلبة، بس هتغسليها بالطريقة دي. هتجيبي طبق كبير فوقيه أي مصفاية عندك بتستخدميها عادي، مش لازم عيونها تكون ضيقة قوي، المهم إن هي ما توقعش الحلبة من تحت لو كانت فتحتها أكبر. هتحطي فيها كل كمية الحلبة اللي عندك، وهتفتحي المية على الحلبة، هتفضلي تحركي إيدك يمين وشمال على الحلبة علشان الطين ينزل تحت والقش يطلع لفوق. هتبدأ إن انتي تغمري الحلبة بالمية، بس طبعا مش هتنقعيها علشان الطينة الكتير اللي بتبقى في الحلبة، بدل ما تتعبي نفسك وتتعبي عينيكي وتفضلي نقي فيها وقت طويل جدا على ما تنضف، ودي انا جربتها كتير جدا، كان بتاخد معايا وقت ومجهود كبير قوي، فلقيت ان الطريقة دي هي اسهل طريقة. هتخلي القش اللي في الحلبة يطلع معاكي على الوش فوق ويطفو، وده اللي انتي هتصفيه بايدك على طول اول ما تلاحظيه، والطينة هتبدأ ان هي تتفك كلها وتفضل في قاع الطبق من تحت. بعد ما ترفعي المصفى هتلاحظي ان في طينة كتير جدا تحت موجودة في الطبق، وهتكرري العملية دي مرة او اتنين او تلاتة على حسب ما الحلبة تنضف معاكي. والعلامة ان هي تنضف ان كل القش اللي على الوش هيكون لاحظتي ان هو ما بقاش موجود تماما، وان المية من تحت اللي في الطبق بعد ما ترفعي المصفى هتلاحظي ان هي مية بيضة ما فيهاش اي طينة، وبكده هتكون معاكي الحلبة نضفت وزي الفل. بس راعي ان العملية دي تكون بسرعة جدا علشان ما يكونش وقت طويل في نقع الحلبة في المية ويفقدها فوائدها. وكل اللي عليكي في الخطوة اللي بعد كده ان انت هتسيبي الحلبة في المصفى تتصفى لحد ما تخلص كل المية اللي فيها، ورايحة جاية تقلبيها وتحطيها في مكان متهوي كويس قوي. اول ما تتاكدي ان هي اتخلصت من كل ميتها ومش باقي فيها بس غير الرطوبه وشويه من البلل، هتفرديها على صينيه وتحطيها برده في مكان جيد التهويه علشان تجف معاكي من الميه خالص. هتبداي تبصي فيها بس بصه كده، هي ان شاء الله ما بقاش فيها ولا قش ولا طين، بس هتبصي بصه علشان لو فيها اي حاجه صلبه تشيليها، هي مجرد بس كده نظره للاطمئنان مش اكتر. وبعد كده هتجيبي برطمان ناشف نظيف وهتشيلي فيه الحلبه، ويستحسن طبعا ان البرطمان يكون ازاز علشان يديها عمر اطول وعلشان ما يغيرش ريحتها ولا طعمها، وهتشيليها في دولاب المطبخ عادي جدا، هتستمر معاكي وقت طويل جدا مش هيجرالها اي حاجه. وبالطريقه دي هيكون مشجع ليكي اكتر انك تدخلي الحلبه في نظامك الغذائي وتستفيدي بكل الفوائد اللي فيها. اما بقى لو كل مشكلتك في مشروب الحلبه نفسه او مش بتحبي مشروب الحلبه، فاقدر اقول لك ان انت تقدري تستخدمي الحلبه باكتر من طريقه علشان تستفيدي بكل الفوائد دي، منها ان انت تحطي الحلبه ضمن مجموعه من البهارات والتوابل، ده هيخفي طعمها مع البهارات والتوابل، وبالعكس هتدي طعم حلو للاكل جدا زي ما عملنا بالظبط في بهارات الكاري واللي اساسي فيها الحلبه. وفي طريقه كمان لطيفه قوي، ان انت تاخدي معلقه صغيره حلبه وتحطيها على كوبايه زبادي وتحليها بالعسل وتغطيها لمده ساعه على الاقل، ولما يكون اكتر بيكون احسن، وتاكليها في وجبه الفطار او العشاء. هتعتبر وجبه متكامله العناصر، غنيه بالالياف ومشبعه جدا. ومن الحلبه ممكن تعملي مشروب الحلبه بالحليب، طعمه لذيذ جدا وقيمته الغذائيه اعلى. وممكن كمان تلاقي مع الفلاحين الحلبه الخضراء، فوائدها برده كتيره جدا الحلبه الخضراء، وده بيكون شكلها، وهي اليومين دول بالفعل متوفره مع الفلاحين. ومن احسن الصور اللي ممكن تاكلي فيها الحلبه هي الحلبه المنبته او الحلبه المبرعمه، وطبعا طريقه عمل الحلبه المنبته في منتهى السهوله هعملها لكم في حلقه، بس عشان الحلقه دي ما تطولش زياده عن اللزوم قريب ان شاء الله انا بالفعل مجهزه الحلقه. اي حد يقدر ان هو ينبت الحلبه، وكتير مننا بنعرف الطريقه، الطريقه ما فيهاش اي مشكله وسهله جدا، وكمان ناس كتير جدا بتحب الحلبه المنبته. اما بالنسبه لاثر ريحه الحلبه، فده هنقدر نغيره بطريقتين. اول حاجه ان احنا نحط اي حاجه ثانيه عطريه مع الحلبه يكون طعمها اقوى من طعم الحلبه وتاثر عليها، وما تخليش ريحه الجسم حلبه او الريحه الاقوى هي الحلبه. ومن اكتر الحاجات اللي ريحتها حلوه وعطريه وتغلبت فعلا على ريحه الحلبه القرنفل والقرفه، القرنفل اللي هو المسمار، والاثنين بجد ريحتهم قويه وبيخلوا ريحه الجسم حلوه جدا. وبخلطهم بالطريقه دي، حطيت معلقتين كبار في المطحنه من الحلبه اللي احنا منضفينها، وحطيت معلقه صغيره مليانه من القرنفل وطحنتهم مع بعض. تقدري ما تطحنيهمش، لو طحنتيهم بيدوا سنه مراره، لو مش حابه ان يكون فيها مراره فهتحطي الحلبه صحيحه والقرنفل صحيح
الصحيح، وتقدري كمان تزودي شويه في القرنفل لو بتحبي طعم القرنفل اقوى، وطبعا القرنفل فوائده كتيره جدا. واليانسون كمان ممكن يبقى حلو جدا مع الحلبه او عود القرفه زي ما انتم شايفين معايا، بس انا مش هحطه. والطريقه الصح بقى ان احنا نعمل مشروب الحلبه علشان ناخد كل الفوائد دي، هنحط معلقه صغيره في الكوبايه وهنحط عليها ميه مغليه او ميه سخنه، هنغطي لمده ربع ساعه او 10 دقائق، وبعد كده هنشرب الحلبه عادي. هي دي الطريقه اللي مش هتفقد الحلبه فوائدها، بلاش نغليها قوي لان الحلبه اولا بتمرر ومش عايزين نفقد كتير من فوائدها. وتقدروا كمان على فكره تاكلوا الحب، الحب بيكون مفيد جدا. وطبعا بما اننا بنتكلم عن حاجه صحيه، فالافضل ان احنا ما نستخدمش مع الحلبه السكر الابيض، ممكن نشربها من غير سكر خالص، او نحليها بالعسل الاسود او سكر التمر او سكر ستيفيا لو متوفر، دبس التمر او دبس العنب اللي عملناه مع بعض قبل كده، وكمان عملنا سكر التمر هحط لكم الرابط بتاعه. واهم حاجه طبعا في كل ده الاعتدال، وان احنا ما ناكلش اي حاجه او ما نشربش اي حاجه بافراط. ولو حد عنده اي حاله بتتعارض مع او مع استهلاك الحلبه لازم يقرا كويس قبل ما يشرب الحلبه، وممكن ناخدها على الاقل 3 مرات في الاسبوع علشان ناخد فوائدها الصحيه. وبس كده بتكون حلقتي خلصت. بشكركم جدا لمتابعتكم، لو عندكم اي سؤال سيبهولي في التعليقات، واشتركوا في القناه لو ما اشتركتوش، واضغطوا لايك وفعلوا زر التنبيهات للكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.